السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام. السلام. الصوت واضح إن شاء الله، الصورة واضحة أمامكم. وعليكم السلام دكتور. واضح واضح. تمام. واضح دكتور. محاضرة الأسبوع الرابع عشر من مادة انتقال الحرارة المتقدم راح تكون محاضرة مراجعة أولية الفصلين الثالث والرابع اللي هنا الفورست كونفكشن والناتشرال كونفكشن إن شاء الله. بداية طبعا هو اللي راح تفوز المحاضرة إن هي استفسارات من عندكم أكثر ما هي محاضرة من عندي. فبداية ليش نبدأ؟ سمعوني؟ ألو؟ اي واضح دكتور، واضح اي واضح. شنو واضح دكتور. احنا جايين محاضرة مراجعة، يعني عندكم اسئلة تمام ولا شو؟ ساكتين، من اللي يبدي اول؟ دكتور انا ما راح اشرح مادة يعني اخذت اسابيع، وانما انتم اسئلتكم طرحوها واحنا واني اجاوب. دكتور نعم دكتور الفورس الشيء اللي طلعتناه مو موجود بقوانينه. شنو هو؟ الفورس بالنسبة للفورس كونفكشن القوانين اللي راح تجيكم، انا اعطيكم عادة يعني هسه شفتوا مثلا الاسئلة اللي سؤال اللي اجاكم، انا اعطيتكم المعادلة. يبقى فقط اذا مثلا بالرينولدز انالوجي احنا نعرف المعادلة هي شنو، المعادلة اللي تربط كل من انتقال الحرارة مع الفريكشن كوفيشن، مو اللي هاي ستانتون تساوي سي اف على 2 ذا برانت الواحد، او الاعام اللي هي هذه الكولبرن انرجي سي اف على 2 ستانتون في برانت على 2 في 2 على 3. فما عندنا احنا كورليشن الا اذا اكو كورليشن ذني اللي تحتاجهم، ذني انا اعطيكم اياهم بالسؤال. اوكي بعد بس هاي تساعدك. دكتور نعم دكتور بالنسبة للاشتقاقات الموجودة، نعم أكو واحد موجود بالتوتوريال وبالإضافة إلى الواجب اللي طلبته من أجله. الواجب اللي طلبته من عندكم اللي ما حد قدم لي لحد الآن مع الأسف. تمام تذكروه؟ ذكروه ولا قدمناه دكتور؟ قدمناه. طيب وين الواجب؟ قدم وين كل الواجب الأول؟ ما حد حاله. أنا حاله دكتور. ما حاله أنت ما حاله. حالينا دكتور. ليش؟ حالينا دكتور صحيح. صدق؟ تعرف طلع الأنسر. شنو هو الأنسر؟ يا سؤال أنت جاي تسولف عنه. دكتور عن مالت قيمة النص نمبر. لا هذا. مالت هذا أنا أسف. إيه. ما عرفت. ما عرفت. دكتور أنا حاولت لي مقدمة يعني. اي بس مو بشكل ما صحيح. توفق. اي ما توفقت يعني، بس يعني حاولت احسن. يعني هو شيء يتضمن اذا تشوفه هسه هذا، اذا نرجع شوية وين لانتقال الحرارة خلينا نقول الشابتر اللي قبله اللي هو هذا، عندنا اذا كلوز سيستم زين، واذا سيستم ويا فلو. هسه هذا يعتبر شنو؟ كلوز سيستم، لو سيستم وذ فلو ان واوت، بي فلو ان واوت. كلوز سيستم دكتور ما كلوز في ان واوت. كلوز سيستم اوكي. فاذا كلوز سيستم معناها شنو العلاقه اللي تربط الحراره بالطاقة الداخلية تتغير مع الزمن، تمام يا لا؟ فهنا الحرارة راح تكون تطرح للخارج. إذا نرجع نشوف الحرارة، أكو عندي معامل انتقال حرارة لنفترض برا ثابت درجة حرارة البرة اللي هي شنو؟ تي أمبيان تي أي، تمام؟ هو شو يقول؟ يقول بالزمن الأول عندما تي تساوي صفر حطينا 1 كيلوغرام،
من ووتر درجة حرارته مرتفعة تي اتش، ووتر وجزء آخر من الماء 1 كيلوغرام من تي اتش و1 كيلوغرام من تي اي، تمام يا ولا؟ فبالتالي زين درجة الحرارة هنا قد كانت؟ تي اتش زائد تي اي على 2 عندما تي يساوي 0، صح يا ولا؟ صحيح؟ صحيح. ايش قد الكتلة مالته؟ 2 كيلوغرام. 2 كيلوغرام. بينما هذا الكتلة الأولية مالته ايش قد؟ 1 كيلوغرام، وايش قد التي انيشال على تي تساوي 0؟ تي اتش. تمام؟ بعد مرور دلتا تي تساوي دلتا تي، هذا المقدار اللي هو 2 كيلوغرام من المي درجة حرارة تي اتش زائد تي اي على 2 راح تتغير درجة حرارته مع الزمن كفانكشن المن للهيت ترانسفير كوفيشنت البرة. يعني طبق النيوتن الحرارة شو يساوي لي؟ اتش اي تي وول ماينس تي انفينيتي، تمام يا ولا؟ تي انفينيتي شنو هي؟ مو تي اي؟ تمام دكتور، تمام. نعم دكتور. الاتش الهن معامل انتقال الحرارة هو نفسه. خوش؟ المساحة الجانبية هي نفسها، هاي اي وهاي اي. هذه مساحتها الجانبية ضعف هذه، تمام؟ من صفر إلى دلتا تي، هذا مملي بحجمين، بينما هذا بيه حجم واحد. فايش قد هذا مساحته المعرضة؟ هذا مساحته المعرضة ضعف هذا، تمام؟ تمام. فالحرارة إذا نجي نحسبها الـ Q1 ايش راح تساوي لي؟ H هي نفسها في A اللي هي ضعف هذه، تمام؟ هسه إذا نقول هاي A1 وهاي A2، H A1 في ايش قد درجة الحرارة هنا؟ TH ماينس TA ماينس شنو؟ ماينس TA اللي هي مال الأمبيانت، صحيح ولا؟ بينما هذه الحرارة مالتها هي H في A على 2، صحيح ولا؟ في TH ماينس TA، صحيح ولا؟ تمام دكتور، تمام. هذا مقدار الحرارة المفروض ايش راح يساوي لي؟ تغير بالطاقة الداخلية اللي هو M CP في DT باي دي تايم. الام مالت هذا ايش قد؟ 2، بينما الام مالت هذا ايش قد؟ 1. فراح تطلع لي معادلتين اكاملها للزمن والتي انيشال عندي، راح يطلع لي تمبرتشر بروفايل لل1 تمبرتشر بروفايل لل2، اعوض عنهن الزمن تي يساوي دلتا تي. خوش، طلعت لي درجه الحراره للوعاء الاول بعد مرور دلتا تي، ودرجه الحراره للوعاء الثاني عند مرور دلتا تي، تمام؟ تمام لهنا؟ درجة الحرارة الثانية هذه اللي لقيناها بعد دلتا تي، إذا أضيف عليها 1 كيلوغرام تي أي، أخلطها ويا 1 كيلوغرام تي أي، إيش قد راح تصير؟ راح تطلع درجة حرارة جديدة. أقارن ذني درجات الحرارة اثنيناتهم، إيش قد يطلعن؟ يطلعن مساويات. جربوها وشوفوا. يطلع متساوي بالنهاية هذا المقدار يساوي هذا المقدار يا ولا؟ أنا أعتقد حليته بورقة وقلم، بس أنا ما أريد أنطيكم إياه، أريدكم أنتم تحاولون. يعني مو بهالشكل، أنت بلشت بيه صحيح، بس ما توصلت النتيجة، صح مشيت بالطريق شوية. هسه مفهوم الفكرة شو اسوي ولا؟ دكتور احنا مو نشتغل على نساوي المتغيرات مالتهم بحيث واحد ضعف الثاني اول شيء؟ لا ضاعين، لا كل واحد تلقين تمبرتشر بروفايل. ايه ضاعين، المعادلة تحكم كل واحد بيهم هي دي بارشال يو الى بارشال تي يساوي لي كيو، تمام يا ولا؟ تمام. طيب مين اجانا هسه؟ زين
وين كنا؟ مو هذه ال كيو تساوي لي يو دي يو باي دي تي اللي هي التغير الرو في السي بي زين في السي في هسه في الفوليوم دي تي باي هاي دي يو باي دي تي تمام يا ولا تمام صح ولا تمام زين بينما الكيو العدي الكيو هسه بهذا المثال انا معطيك اياه راديشن بينما الكيو اللي عندنا هي عباره عن شنو كونفكشن نيوتن لوز اوف كولينج فبالتالي اذا بس خلينا نكتب يعني ولو شويه صعبه بس انا اريدكم تحاولون انتم بيها يعني راح اجي الحراره اللي راح يطرحها الجسم الاول من تي يساوي صفر الى تي يساوي دلتا تي شقد درجة حرارته هي شقد تي اتش زائد تي اي على 2 تمام ولا تمام فبالتالي الحرارة اللي يطرحها بالكونفكشن هي اتش اتش في اي مو في درجة حرارته اللي هي تي اتش زائد تي اي على 2 ناقصا تي اي تمام ولا مو هذا مقدار الحرارة مالته للوعاء الاول هذا شو يساوي هذا يساوي لي رو سي في في ايش قد الرو في السي في هو 2 كيلوغرام يعني هو كتلته 2 كيلوغرام فسي في في 2 دي تي باي تمام يا ولا صح تمام زين هو ما منطي هنا فد انديكيشن على السي في هسه السي في عوفه كونستانت مو مشكله يا راح تظهر بعدين بدلاله السي في فسويت لنا المعادلتين للجسم الاول الحراره والتغير بالطاقه الداخليه طلعت عندي معادله للتمبرتشر بدلاله التمبرتشر طايفه بدلاله التمبرتشر مو هذه اكاملها من صفر الى دلتا تي تمام واشوف ايش قد تطلع طبعا الانيشال كونديشن مالتها شنو عندما زمن صفر ايش قد درجه الحراره تي اتش زائد تي اي على 2 مو ولا راح يطلع لك تمبرتشر ديستريبيوشن للجسم الاول كذلك للجسم الثاني الجسم الثاني التي انيشال مالته ايش قد اللي هو هذا العفو الجسم الثاني تي انيشال مالته تي اتش والحرارة اللي يفقدها بالكونفكشن هي H في أي على 2 مو لأن نصف الوعاء أي على 2 مضروبة في TH ماينس T أمبيد درجة حرارة TH هاي الحرارة صح ولا شو تساوي لي ال M CV في الديو في الدي تي باي دي تي الوعاء الثاني الام مالته 1 كيلوغرام هالمره مو 2 هم طلعت فد معادله اكاملها زين للزمن والانيشال باوند كونديشن مات عندما الزمن صفر التي تساوي تي اتش هم لقيت تمبرتشر بروفايل فهسه الدور هذه عندي معادله تمبرتشر الاولى مع الزمن طلعت لي معادله التمبرتشر الثانيه مع الزمن اعوض عند هاي دلتا تي عند الزمن طلعت لي درجه الحراره عند الزمن دلتا تي اعوض عن تي بتي 2 عن دلتا تي طلعت دلاشه الحراره عند دلتا تي بس هل هي هاي اللي اريدها؟ لا هاي قبل لا اضيف الواحد كيلوغرام من التي اي تمام ولا فتطلع لي منها عند الدلتا تي اسوي لها ميكسنج ويا هذه وعلى 2 لان هاي 1 كيلوغرام وهاي 1 كيلوغرام تطلع درجه الحراره النهائيه تي 2 واضح؟ واضح فيزيائيا مفهوم العملية يا ولا؟ نعم يعني تبلشون بها تحلوها؟ والله نجرب دكتور والله جربوا ترى يعني احتمال يجيكم هيك شيء لان هذه انه يعني خلينا نقول فيزيكس اكثر من عندها قوانين دكتور ان شاء الله نحاول بيها واذا يعني واجهنا صعوبه هم هاتين نلجأ لك
هسه انا وضحتها، هي اكو شيء بيها عرفتوا، هي معادله من الدرجه الاولى differential equation من الدرجه الاولى وبيها initial condition، بس كاملوها، بس كاملوها، عوض الباوندري كونديشن للاول، تي تساوي صفر، ايش قد درجه الحراره؟ رشا تي اتش زائد تي على 2، بينما الوعاء الثاني عندما تي يساوي صفر هي تي اتش، بس تي اتش تي اتش. بس اهم شيء انه هذا الوعاء الثاني ورا ما نعوض الزمن دلتا تي لازم شو نضيف له بعدين فوقه؟ 1 كيلوغرام من تي اي، ونسوي له ميكسينج تطلع درجه الحراره الثانيه اللي راح تطلع تساوي الاولى بالنهايه. واضح؟ واضح دكتور. زين بعد دكتور الاشتقاق الثاني اللي موجود ما نقيم من نص نمبر ياهو بيا بيا فصل فصل ثالث. اي الفصل الثالث اللي هو وات نصل نمبر، لا اسمح لي يا من الموضوع يا صفحة هي ترانسفير اللي هو هذا الأول واحد مع ال internal passage 4.38 ها يا صفحة صفحة مو عندك مكتوبة؟ لا مو أنا كتبت مو بوقع اللي بالنهاية يطلع 4.364 اي والثانية اللي طلبتها من عندنا اللي يطلع 3.8 يمكن 6.58 زين اي دكتور هو يعني هذول خطوات ثابتة يعني مثلا اي اي لا هو شوف هسه انا ما اجيب لكم اشتقاق ما اجيب لكم اشتقاق بس انا اريدكم تفهموه منين اجى هو دكتور فهمناه بس يعني انه واحد مثلا يريد يدرس مثل ما انت قلت لي يعني انه فهم السؤال لان هو جاي نشوف انه هو خطوات ثابته يعني واحد الاشتقاق مثل تقريبا هو شنو اشكاله هنا باع باع احنا اذا تتذكرون لازم نلقى دي تي بالك باي دي اكس مو عندنا هنا هاي المعادله راح تطلع بهالشكل هذا فحسب الكون باوندري كونديشن هل هو كونستانت هيت فلكس لو كونستانت وول تمبرتشر لازم القى الفيلوسيتي بروفايل ليش؟ لان الفيلوسيتي بروفايل ايضا اذا نرجع المعادله هذه هي المعادله هي تمام ولا ايش بيها؟ بيها فيلوسيتي بروفايل وبيها بارشال تي الى بارشال اكس زين ذن شلون راح القاها هنا؟ شوفوا هاي المعادله شلون راح القاها؟ لازم القى ذن اثنيناتهم نروح للفيلوسيتي نلقى البروفايل مثلا دلاله اليو فولت ونفس الشيء نروح نلقى درجات الحرارة الفيلوسيتي ديستريبيوشن الاكسيال ديستريبيوشن مالت الفولت تمبرتشر واعوضها بالنهاية على مود اوصل للمعادلة النهائية. يعني هذا هسه احنا اللي يهمنا احنا جاي نسولف على الفولي ديفلوبد هيت ترانسفير خوش بالفولي ديفلوبد هيت ترانسفير شو يصير بنص نمبر؟ يظل يتغير لو يثبت؟ يثبت تمام ولا تمام دكتور زين لهذه الحالة الأولى 4.364 زين بينما اليونيفورم وول تمبريتشر هو 3.568 زين ليش أقل؟ من يقول لي ليش أقل؟ ليش أقل؟ هنا نصل نمبر لنفس الدك 4.364 بينما هذا 3.658 ليش؟ دكتور مو احنا اذا الوول تمبرتشر بالوول تمبرتشر راح تكون الكي هي اكبر هذا تفسيره الانتقال هذا تفسيره لا 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 باعوا هنا هذا تفسيره شوفوه ولا تمام لو مو تمام هذا تفسيره بالوول هيت فلكس راح يظل عندي تمبرتشر ديفرنس بينما باليونيفورم وول تمبرتشر التمبرتشر ديفرنس مع التقدم اتجاه الاكس شبيه
يتلاشى يتضاءل إلى أن يوصل إلى قيمة الصفر. فلذلك يبقى الهيت ترانسفير باليونيفورم وول هيت فلكس أعلى من عدة باليونيفورم وول تمبريتشر. تمام؟ تمام دكتور. تمام دكتور واضح. بعد فاطمة ما كل يوم هم متأخرة وهم ساكتة. نعم دكتور. أقول أنتم مو جايين عندكم أسئلة لو شنو؟ ما سؤال دكتور. ها؟ ما عندي سؤال. يعني ما عندكم شيء محتاجي كمراجعة أو دكتور؟ نعم دكتور بالتوتوريال السؤال السادس يا توتوريال يا فصل توتوريال من الفصل الثالث. الفصل الثالث اللي هو هذا يا هو هذا شيء ايه ايش بيه؟ لا مو توتوريال صحيح اللي هو نعم يا سؤال السادس. سؤال السادس. سؤال السادس شو يقول؟ اي A cross flow heat exchanger can be consist of 2 meter long tube with internal and external diameter. اي هاي عندك هنا انترنال فلو اكسترنال فلو ايش بيهم؟ دكتور هو السؤال واضح بس انا احكي بالحلول مالته بالسوليوشن مالته الحل مالت السؤال. بالانرسي اكسس هو قلنا السادس مو؟ نعم عندنا من حسب السرعة اليو هسه هذا للكروس فلو للاوتر فلو عندي هواء من برا كروس فلو خارج خوش وعندي داخلي اللي هو مع الفولي ديفلوبت فلو ان بايب اللي هو هاي معادلته ومطينا اياها الاثنيناتهم اللي طالبه شنو هو هسه انا ما خلي اشوف السؤال وين السؤال مالته اللي هو هذا خلي بصف السؤال حتى اشوف المطلب The cooling effect is applied. Calculate the water exit temperature. خوش. ومطين الانلت temperature هو. زين. فأنا شو أحسب أول مرة؟ لازم شو عندي؟ هو أنا الحسابات تمام بس اكو خطوة يعني أنا ما أعرف القانون هذا يختلف بالنسط نمبر الثاني الخاص بالووتر. النسط نمبر الثاني اللي خاص بالووتر هذا قصدك؟ بالإنر. إي هذا. دكتور السرعة القانون مالتها خطأ. السرعة القانون مالتها خطأ هذا؟ ايه هو مو 4 m على اف على رو في المساحة اللي هي باي دي تربيع والاربعة مالت المساحة صعدت فوق. محاسب السرعة هو اول مرة شويش. ايه بس القانون مالتها باعيلة باعيلة. انا قلت صح. لا ليش ليش باع واضح. انتوا لسه انا متعجب يعني مساحة المقطع مال الدائرة بتعرفوها؟ لا دكتور وياك استاذ والله المساحة هو تبهولي 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 مطيني مطيني ماس فلوريت خوش ولا لا؟ فالسرعة شو تساوي؟ الماس فلوريت على الدنسيتي في المساحة تمام وياك دكتور خوش حكي؟ ها بس هو هسه مقسم لا 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 باع على المساحة باعيلي ها قصدك هاي القسمة إيه المفروض المفروض على نفس القسمة اسمح لي لا لا على نفس القسمة اسمح لي اوكي وياك هسه نقول الماس فلوريت اللي هو بوينت واحد على رو زين حاسبي هذا بحاسبة متأكدين؟ اي نعم دكتور اوكي اطلع اصلا اسمح لي والله اللي هو هسه الماس فلوريت مالته بوينت واحد تمام
بوينت واحد، خلينا نقسمه أول مرة على ال density اللي هي هذه. يقول لي في أربعة ذا نقلب مالت المساحة، تقسيم باي تقسيم ايش قد عندي انا المساحة اللي هو هاي بوينت او او وان، يطلع واحد. اكو خلل اللي هنا صح، غلطان بالحسابات احتمال. اوكي ماكو مشكلة. اي دكتور، ما هو بعدين يعني الحال كله ضارب، لان من الرنوم طالع خطأ، اي لذلك انا البارحة يعني من حسبت النواتج ما تطلع، فقلت يعني احتمال يعني مثلا هاي القانون خطأ. لا ما القانون هو خطأ مثلا عنده مثلا، مو مشكلة. المهم انا اتك صحيح تعرفي، هو هذا المهم. إيه لا هو دكتور اني ماسف لو ريت، هاي اني الخطأ ماسف لو قصد ريت، فيها. الماسف فلو ريت هو شنو؟ هو الدنسيتي في الفوليوم فلو ريت. خوش، الفوليوم فلو ريت هو سرعة في مساحة مقطع، فبالتالي الماسف فلو ريت هو سرعة في دنسيتي في مساحة مقطع، فبالتالي السرعة راح تساوي لي الماسف فلو ريت على فورس دنسيتي مضروبة بمساحة المقطع. هذا غلط. هسه هنا المفروض هذين اثنيناتهم وين يجن؟ مضروبات مو ذني مضروبات. هنا يجن بالمقام بداخل هذا القوس، هنا زين، والأربعة برا، صحيح. أوكي زين دكتور، التكملة مالت الحال مالت الكيو زين، اسمح لي أنا ما شايف صراحة إيش بي. زين هسه احنا هذا لقينا، لنفترض الرينولد نمبر الصحيح هسه بغض النظر. أوكي حسبنا الكوريليشن هذه، من عندها نصت نمبر، من نصت نمبر حسبنا ال H in، لأن هذا النصب نمبر على جهة مو الخارجية وإنما الجهة الداخلية. خوش حكي. نجي على الجهة الداخلية. الجهة الداخلية هو هنا هذا إيش مستخدم؟ بما إنه إحنا الحرارة، أنا ما عندي باع هنا، كل مرة أنا هذا اللي هي ترانسفير كوفيشن، شو أقول؟ H في كيو وول ماينس تي انفينيتي، شو يساوي لي؟ كيو وول، تمام ولا؟ زين انا سألي السؤال هسه، هل درجة حرارة الجدار ثابتة؟ لا هل الهيت فلكس عليه ثابت؟ لا لا. فبالتالي ايش راح يسوي؟ هو راح يسوي ماس هيت بالانس عبر الانبوب ككل. خوش حكي. الهيت تمام. بالانس عبر الانبوب ككل، الحرارة اللي جايتني من جهة الاوت اوتسايد اير مو راح تيجي بالكونفكشن، اول مره عندي مقاومه بالكونفكشن، الدور تعبر بالكوندكشن عبر الجدار، الدور من الكوندكشن تعبر بالكونفكشن للداخل. هو هامل مقاومه الكوندكشن، قايل لك هم لي مقاومه الكوندكشن اللي هي هاي لين ار اوت على ار ان مدري شنو على 2 باي كي مهمله. فايش حاسب بعد؟ المقاومه الكليه هي مقاومه الكونفكشن الخارجيه زائد مقاومة الكونفكشن الداخلية، هاي شنو؟ التوتال ثيرمال ريزيستنس، صحيح ولا لا؟ تمام. زين انا الحرارة شو تساوي لي؟ مو التمبريتشر ديفرنس على الثيرمال ريزيستنس، صحيح ولا لا؟ دكتور زين اوكي، بال من عندنا اوتسايد اكسترنال كونفكشن، اكسترنال فورس كونفكشن، من الريفرنس تمبريتشر عندي الفري ستريم تمبريتشر، تمام، اللي هي تي اي، صحيح ولا؟ اوكي دكتور. بينما بالانترنال كونفكشن فورس كونفكشن انا شو استخدم من الريفرنس تمبريتشر مالتي؟ البلك، تمام. هذين هسه ايش ضلن طايفات بدلاله التي بلك، لان انا هسه التي بلك ما اعرفها بالضبط، التي بلك بالان لا تعرفها بس بالاوت ما اعرفها، صحيح ولا؟ زين الحرارة الكلية المكتسبة من قبل الليكويد ككل هي مو الام دوت سي بي في الدلتا تي مع اي البلك تمبريتشر بين الان والاوت، فبالتالي هذا المقدار يساوي هذا المقدار، صحيح ولا مو؟ اوكي بالتالي هذا راح احوله، ايش راح يصير باعيلي اذا اقسم على دلتا اكس؟ راح تتحول دي تي بلك باي دي اكس، تساوي لي هاي المعادلة.
اكاملها مو للدلتا اكس، اوكي ابسطها شويه راح تطلع فد عندي معادله بين البلك والاير تمبريتشر فانكشن المن للاكس. للاكس انا اريد درجه الحراره عند الاوتلت، ايش قد الاكس عند الاوتلت، ارجع ايش قد طول الانبوب، هو هذا اللي استخدمه 20 متر. تمام زين هذا اشوفه، فمن اعوض ان عد ال 20 اي لا 5 متر قايل هو الطول الكامل اي 5 قايل ايش قد الطول الكامل اسمح لي 29 متر اسمح لي بالله الكروس فلو كان بيكون 20 متر لونج زين شنو قصدي بال 15 متر اذا ذا اكزيت تمبريتشر ذا هيت اوف ذا تيوب شوفي هنا قايل ذا هيت كوندكشن ريزيستنس اكروس ذا تيوب كان بي نيجلكتد اللي لذلك هملها بالمقاومات الحراريه بس السؤال هنا ليش همل شنو قد 5 متر هو مو 5 متر الفا زين الفا اللي هي هذه مقدارها هو ما رايد قد ال ماينس الفا الفا هذا حاسبها بعد 5 متر عموما تقدرين تحس بيها هسه هنا اذا دخلنا بمكان 25 هم راح تطلع درجة الحرارة فقصدي حسب المطلوب هسه ما ادري اكو خلل هنا ما اعرف شنو السبب تمام بس واضحة الآلية مال العمل هو كيف اقرأ اي تمام خوش زين بعد هاك باب ساكت دكتور شنو ما عندكم اسئله؟ لا ما عاد ما خاف ما مراجعين الماده بعد دكتور التوضيح حول الثيرمال باوندري لاير اي والفيلوسيتي باوندري لاير يعني اذا الثيرمال بس ذكرني اسمع ها اللي هو الفصل الثالث تمام ولا اعتقد اي اسمح لي بعد هنا مو؟ ايه هسه نجيها من البدايه زين بس قبل هذه شوي اكون راجع الثيرمال باوندري لايرز هاي خوش احنا قلنا الباوندري لاير عندي نوعين فيلوسيتي باوندري لاير او يسموه هايدرو دايناميك باوندري لاير وثيرمال باوندري لاير خوش زين هل هذني هسه احنا ندري الفيلوسيتي باوندري لاير هو البعد عن الجدار اللي السرعه توصل ب 0.99 من الفري ستريم فيلوسيتي اوكي بشكل مشابه التمبريتشر ديفرنس الثيرمال باوندري لاير اللي هو الارتفاع من الجدار اللي عنده درجة الحرارة ناقص درجة حرارة الجدار يساوي لي 0.99 مضروبة في الفري ستريم فيلوسيتي ماينس التي وول خوش فبالتالي هي فد منطقة كلش نحيلة وما واضحة وإنما هذا التكبير أصلا مو حقيقي بس لأجل التوضيح زين هسه هو ياهو اللي هل يمن بنفس السرعة يعني الهايدروديناميك باوندري لاير والثيرمال باوندري تنمي بنفس السرعة لو تختلف يعني شوفوا هنا the thickness of the thermal boundary layer اللي هي sigma t is not necessarily the same شلون عليش تعتمد تعتمد على ال viscosity وال Prandtl number خل نجي أول مرة نراجع شكل الباوندري لاير بالشكل التالي هسه هاي ال velocity boundary layer وهاي thermal باوندري لاير مرات الفيلوسيتي باوندري لاير تنمو اسرع من الثيرمال باوندري لاير وبالعكس اذا شنو اللي يحددها؟ اللي يحددها شوف هسه هنا خلينا ناخذ فد كيس بسيطه لنفترض عندي تو فلويدز خوش يجرن بنفس السرعه على سطح مشابه الى نفس الطول خوش الاختلاف الوحيد بين التو فلويدز هو الفيسكوسيتي
هنا هسه لنفترض، خلينا نكبر الشاشة. عندي حاليا الفلويد الأول إلى فيسكوسيتي ميون، بينما الفلويد الثاني إلى الفيسكوسيتي نيوتن. زين، ياهو اللي راح يصير الديفلوبينج مالته أسرع؟ بقى هنا شلون أبوف فور ا جيفن فري ستريم فيلوسيتي واي لوكيشن اكس اكسد. زين، تعتمد الثيكنس على من يعتمد على الفيسكوسيتي. عندما الفيسكوسيتي اعلى معناه الباوندري لاير راح تصير اسمك. ليش الباوندري لاير اسمك؟ سؤال انا اسالكم هسه، ليش اذا الفيسكوسيتي اعلى الباوندري لاير يصير سمكها اكثر؟ من يجاوب؟ نعم، الجزيئات مع بعضها يعني شنو قصدك؟ كومباوند، يعني غير الجريان يكون عبارة عن جريان طبقة في الطبقة، كل ما يكون الباوندري لاير الفيسكوستي أقوى، ده التماسك يصير أكثر، فلهذا يعني هالطبقة تكبر. بالضبط، يعني هنا قوة التماسك بين الجزيئات أو بين الجزيئات القريبة عن السطح الصلب ويا سطح الصلب، بالتالي راح تسبب نمو الطبقة المتاخمة بسرعة للفيسكوسيتي العالية. زين، ليش؟ لأن الجدار راح يشلب بأول بارتيكل بصفه إذا الفيسكوسيتي عالية، والفيسكوسيتي العالية الطبقة اللي بصفه راح تشلب باللي بصفه اللي بصفه اللي بصفه، راح البروفايل ينمو بسرعة مو، ويصير الثيكنس أكبر. بينما إذا الفيسكوسيتي قليلة الفري ستريم يظل على جريانه وبس طبقة قريبة من الجدار كلش نحيلة. زين، راح تنمو. فبالتالي للفيسكوسيتي القليلة، زين، راح أتوقع أنه سمك الطبقة المتاخمة أقل، بينما الفيسكوسيتي الأعلى سمك الطبقة المتاخمة راح شي يصير أكثر. زين، شو يفيدنا هذا؟ هسه هذا احنا جايين نسولف عن تو فلويد، هذا شو يفيدنا الكلام بالثيرمال باوندري لاير؟ أنا عندي ذني المعادلتين، المعادلة الأولى هاي المومنتم كويشن ومقابلها الكونفكشن كويشن، تمام يا ولا؟ بما أنه احنا هسه جايين نشتغل ضمن الباوندري لاير، فنقدر هسه خلينا نقول نسقط هذا الترم. ايش راح يظل عندي؟ شنو المقابل شنو؟ هنا عندي ميو وهنا ميو على برانتل، تمام يا ولا؟ اذا نقول نسويها دائم. نعم، سمعوني يا ولا؟ واضح دكتور. اي، فبالتالي هنا من برانتل نمبر اكبر من واحد معناه هذا البارت راح يكون اكبر من ميو لو اصغر من ميو. أقل أصغر أصغر من الميو، فبالتالي كأنه فيسكوسيتي أقل من الميو، تمام ولا؟ واضح. إذا أقل من الميو شنو معناتها؟ الباوندري لاير أسمك لو أنحل أسمك دكتور، إذا أقل من الواحد أسمك. لا لا، إذا أكبر من الواحد، إذا هذا أكبر من الواحد فهذا ميو على رقم، فبالتالي راح يصغر. من راح يصغر؟ من راح يصغر السمك مال الطبقة شبي الحرارية يصير أقل، أقل من سمك الطبقة الهيدروديناميكية، تمام يا ولا؟ تمام. بينما إذا البرانتل نمبر أصغر من واحد هذا راح يصير ميو مضروب فيه رقم، فيصير أكبر من ميو، مو؟ يصير اللزوجة مات أو اللزوجة المكافئة خلينا نقول للحرارة أكبر من السرعة. فبالتالي ياهو اللي يصير السمك مالته اكبر، راح يصير السمك اكبر مع الطبقه الحراريه، تمام؟ واضح. وضحت هسه الفكره؟ لذلك مرات من عندي فلوز والبرانتل نمبر مالتهم اقل من واحد، انا راح احتاج خصوصا من نيوميريكال اناليسيس اخلي ماني جريد قريب على الجدار. ليش؟ حتى اوقف التغيرات الحراريه اللي يصير قريب على الجدران. واضحة هسه هاي الفكرة؟ نعم دكتور،
دكتور احنا يعني على مود نسوي هنز او تحسين للانتقال الحرارة، لازم ندخل الثيرمال باوندري لاير داخل الفيسكوس، يعني فيلوسيتي باوندري لاير، مو افضل هيك شيء؟ هو حسب التطبيق اللي عندك انت. زين، انت مو هنا يعني باولي. هو يعني هسه ما باع باع عندي انا معيار واضح على مود اعرف انه انا لا لا لا، وين. اسمح لي. هو انت هنا، انت ياهو الافضل، سمك الطبقة المتاخمة كبير لو قليل؟ يعني اذا للفيلوسيتي، يعني اذا قليل احسن كل ما هو الباوندري لاير يعني. ثيكنس اقل، كل ما افضل انتقال حرارة. زين، فايش يعطيك انديكيشن هذا؟ معناتها البرانتل نمبر من يزيد على الواحد، زين، ايش راح يصير؟ انتقال الحرارة يزيد او يقل؟ إذا زاد على الواحد يعني راح يصير الثيرمال أبطأ ويكون أقرب للجدار. أبعد. شلون شلون شلون؟ إذا أبعد راح البوند يصير؟ أكبر، لا، راح باوندر لاير الباوندري راح لاير تكبر أقرب للجدار. فيكون إذا برانتل، يقلل من انتقال الحرارة، إذا راح برانتل تكون نمبر أكبر من واحد، من واحد الثيكنس مال الباوندري لاير يصير قليل، قليل قليل. فالفلو راح يصير قريب على الجدار مو بعيد عليه، فبالتالي تبادل الحرارة يصير أكثر. اي نعم دكتور، زين، تمام. أوكي، نعم. زين احنا دكتور، اذا نفرض انه الثيرمال عبر الفيلوسيتي يعني الباوندري لاير، مو احنا يعني راح هذا جزء بعدين، من بعدين نمشي له، اللي هو بال أعتقد بال مو اقصد جزء من عنده راح يصير اسمع. ويل يو انفينيتي، واليو انفينيتي عالية، يعني المفروض يصير تحسين للانتقال الحرارة. لا اسمح لي، لا لا لا، ما هو انت كل ما الفلويد، خلي ببالك، كل ما تجيب الفلويد بالفري ستريم تمبريتشر، تجيبه قريب على الجدار اللي هو عند الوول تمبريتشر، هذا افضل. ليش؟ لان معناه دلتا تي صار عالي. واو، صح. ليش نروح بعيد؟ هسه خلينا نرجع، احنا اذا نرجع بداية الفصل اكو فد شيء مبسط اللي هو هذا. هذا بما انه احنا ايش قلنا بالبداية؟ انه الحرارة هي بالكوندكشن، يعني عند الجدار، والجدار الفلود ساكن عند الجدار، تمام يا ولا؟ تمام. تمام دكتور. بس الفرق الوحيد انه نتيجة حركة الماء، حركة الماء تغير لي بمقدار الدي تي باي دي واي. هذا خوش. نعم إذا نجي دكتور. نشوف هسه، إذا ماكو سرعة فالتمبريتشر بروفايل بين الجدار ودرجة حرارة قريبة عليه، شو يصير؟ زين، يصير لينير. كل ما زادت السرعة كل ما التمبريتشر جريدينت زاد، وبالتالي شنو؟ الحرارة زادت. خوش. صح. فاني كل ما اجيب الفيلوسيتي هذه والتمبريتشر هاي اقربها على الجدار، كل ما افضل. ليش؟ لان شوف تمبريتشر ديفرنس بين الجدار هسه هنا وبين هذا البروفايل، ايش قد؟ قد هذا التمبريتشر ديفرنس؟ لا. فاني كل ما صح. يزيد التمبريتشر ديفرنس كل ما افضل. تمام، واضح دكتور، واضح؟ واضح. زين، بعد دكتور بالشابتر الثاني الشابتر الثاني شو بيه؟ قيمة اليو بلس برغم البحث مالته، بيا صفحة، بيا صفحة. هو آخر صفحة 46 أو 45 هم 2. ايه، شو بيها هذا؟ قيمة اليو هسه هو بالسؤال حاسبها جوجل انه 11.2 حتى بالتوتوريال ايه بالحاسب، يعني مخليها ايه ايه هالشكل. باي باي. انت نهاية الفيسكوس لاير وين؟ عند ال 11.2، تمام يا ولا؟ اي تمام ومن ال دكتور، بس احنا 11.2 بطلنا لل، نجيب انتبهي الحرارة انتبهي، هنا من حتى بس. اي، افتم افتم. شوف هذا السؤال، مو في نفس الكلام هذا في وقتها انطرح،
ايش قال هو هناك؟ وين والله هي هاي مالت الخمسه؟ قال مارتينيلي يقول ممكن للخمسه تطبق هذا وياها. هذا فد ابروكسيميشن، خوش حكي. هذا ابروكسيميشن، اذا تشتغلين على مارتينيلي ابروكسيميشن هذا يشتغل عنده الترانزيشن ريجن من الخمسه لثلاثين. زين هنا ايش قايل هو بالسؤال؟ هو مطيني فيلوسيتي بروفايل، او مطيني خلينا نقول الباوندري لاير ديستريبيوشن كفانكشن للرينولدز، والسي اف فانكشن للرينولدز. انا شو اريد؟ هو شو يريد؟ يريد القى الباوندري لاير ثيكنس اولا. زين وايضا شو يريد؟ يريد الارتفاع مع الفيسكاس سب لاير والبفر لاير. خوش حكي. نجي بدايه هسه احنا، انا عندي هاي البروفايل يريدها عند اكس يساوي 5، عند اكس يساوي 5 القى رينولدز نمبر، ومن عده القى الثيكنس مع الباوندري لاير. بكل بساطه هذا اللي لقيت رينولدز نمبر ايش قد؟ هذا مقداره. وراها القى الباوندري لاير ثيكنس، عوض عنها القاه، هو ما بيه مشكله. هذا الباوندري لاير ثيكنس عند اكس يساوي 5 متر ايش قد مقداره؟ 84.8 ملي متر. شوفي 84 ملي متر، مو هين، 8 سنتيمات ونص. زين يعني 8 سنتيمات ونص، هذا سمك الباوندري لاير بعد 5 امتار. خوش حكي. نجي السي اف عندي مطيني معادلته، هي هاي دلالة الرينولدز نمبر، طلع مقدار السي اف. زين السي اف انا اعرف هو شنو؟ هو الشير ستريس على نص رو يو سكوير. اوكي لقيت الشير ستريس، لقيت الشير ستريس هذا مو تمام طلع. هاي ما لي علاقة بالباسكال، هاي خطأ، يساوي لي هاي قد باسكال. ارجع الفريكشن فيلوسيتي هي شو تساوي لي؟ جذر الشير ستريس على الدنسيتي. طلعت الفريكشن فيلوسيتي، الفريكشن فيلوسيتي بيش استخدمها انا؟ بالواي بلس. الواي بلس هذا، هذا هو واي بلس. واي بلس شو يساوي لي؟ واي في في فريكشن فيلوسيتي على الكينماتيك فيسكوسيتي. عند نهاية الفيسكوس سب لاير الواي بلس شو يساوي لي؟ 11.2. تمام ولا؟ تمام. اذا شنو المجهول بهاي المعادلة؟ بس الواي في اللي هو ارتفاع الفيسكوس لاير عند ال 5 متر. احسبه ايش قد طلع؟ 0.22 ملم. تمام؟ اوكي. يريد الدور وين؟ عند البفر، عند البفر الواي بلس ايش قد؟ 30. 30 بنفس الاسلوب. زين 30، بس هنا بمكان ما يرجع يحسبها مرة ثانية حسبها هم راسا هم عوض هاي الفريكشن فيلوسيتي عنده والكينماتيك فيلوسيتي، طلعت 0.6 ملم. اوكي دكتور واضحه؟ تمام. زين دكتور، بنفس الشابتر بس بالتوتوريال، السؤال الاخير سؤال 5. السؤال الخامس اوكي وانا السؤال الخامس شو يقول؟ دمين فلويد هو هذا موجود هنا في الخلية قدامنا دكتور، هو كصياغة وهاي كلها واضح، بس أريد أعرف إنه التعويض مالت الايتريتف اللي جاي يشتغل شلون بدأ من أول، بس أول نقطة حتى واحد ولا؟ اسمحي لي، هو يا هو هذا يا تشابتر تشابتر الثاني، تشابتر الثاني اللي هو ها هذا نسميه سما انتروداكشن تيتوريال اللي هو هنا المفروض. سؤال الخامس، هذا سؤال خامس. شو يقول؟ The mean fluid velocity within a turbulent boundary layer at a distance of 5 mm from the wall is found to be equal to 5 متر per second. زين The mean fluid velocity within a turbulent boundary layer at a distance 5 متر. The fluid is for which viscosity ها قايل لي انه انا حاليا وين؟ بالفولي ديفلوبد ان ريجن. خوش حكي؟ زين كالكوليت ذا فاليو اوف وول شير ستريس اند ذن ذا فاليو اوف دايمنشن ليس وول ديستنس انت ذيس ريكوايرز نيوميريكال سوليوشن.
زين اللي هو هذا وينه؟ اي سؤال الخامس قلنا مو؟ اي اي بس نعم. هذا نيوميريكال راح يحله. ايه بس مو انا اول قيمة شلون جاي يحسبها؟ ما باي يعني بس اول وحدة حتى واحد يكمل عليها البقية. زين the values of t i هو شو عنده؟ لا بس ما اسمح لي بس اسمح لي هو يا سؤال هذا سؤال رابع ولا خامس؟ هذا لا رابع بعد الخامس. خامس عندنا هاي معادلة ال y بلس وال y بلس يساوي كذا. هو شو يريد؟ iterative method. ها زين عندي يوتا منطينها معادلة اللي هي يوتا على y بلس. زين مو المشكلة هي iterative، هو يريد ال friction velocity مو؟ ايه زين فيسوى هو أول مرة ماخذ عدة الفيلوسيتي 5 تمام. هو ايش قد الفيلوسيتي عدة مو 5 يمكن حسب ما أتذكر ايه الفيلوسيتي مالته. اسمحي خمسة لي هذه 5 متر بير سكند. فمن اجى شنطة الانيشال منطاها في شيء قريب اللي هي منه. هو هسه ايش قد البروفايل عدة 5.5 هذا بدأ منها كأنه صفر هذا المقدار اللي هو 2.5 لين واي بلس، كأنه الواي بلس ماخذها 1 لين الواحد صفر. خوش تمام. فبدأ من 5.5. دكتور يعني هو ما يعوض بهاي المعادلة اللي جوا؟ لا هو ايش جاي يسوي هسه؟ هي هاي المعادلة اللي راح يحسب تطلعها من هاي مو هاي معادلتنا، هاي معادلته راح يخلي اليو تاو بدلالة ما داخل اللي، لأن هذا ما يقدر اثنيناتهم يطلعهم ويحسب، فظلت يو تاو بدلالة يو تاو الفريكشن فيلوسيتي دلالة الفريكشن فيلوسيتي اللي هي هذه هي معادلته. فبداية راح يجي عوض أول ايتريشن ايش قد طلعت عده؟ شوفي هذا هسه هنا هذا يعوض 5 مو اللي هي هاي 5 على 5.5 في وهذا الحد هو لأن هذا الحد كله صفر يعني ما عرفت ايش قد اعوض يلا يعني صفر اي يعني لازم تظلين تعوضين يا الله 5 على 5.5. يعني هو ايش سوى هنا باعي هذا كأنه المقدار كله راح كله راح، كأنه عوض بيها ايش قد صفر بالبداية فلن الصفر او لا العفو مو شلون صفر هذا كأنه واحد المقدار ماخذه فكل لين مات الصفر صارت 5.5 بالبداية، فصارت 5 على 5.5 طلعت القيمة الجديدة، راح يرجع يعوضها هنا طلعت قيمة جديدة وهكذا إلى أن يوصل للكونفرجنس. يعني هي حتى ما تهم ترى يا قيمة، بس انت الأفضل أنه صفري هذه هذا المقدار وناخذ بس الترم المتبقي. تمام دكتور، يعني هو اول خطوه ان الواحد يصفر يعني باعتبار انه هو من يصفر يعني احتمال انه يعني اشتراك باي مش باي موجود هسه تي بالبدايه. تي باي هي يو على يو تاو كأنه 5.5 بالبداية مو إذا صفرنا هذا المقدار كأنه راح نبدي منه، وبعدين يجي يدخل المقدار وبعدين طلعت المعادله اللي الكونتريبيوشن مال هذا راح يعدل شوية شوية بي. زين لقى الفريكشن فيلوسيتي، ومن الفريكشن فيلوسيتي اللي هي جذر تاو وول على رو خوش لقى الشير ستريس اللي هو رايده. من الشير ستريس هسه او من الفريكشن فيلوسيتي يقدر يلقى ايضا الواي بلس اللي عنده. الواي بلس ايش قد طلعت هسه؟ 98.2. يعني وين عبر البفر لاير هسه حاليا وين صايره؟ بال انر تيربولنت لاير بالفول تيربولنت لاير. اوكي تمام دكتور. دكتور بنفس استاذ السؤال الرابع نفس التوتوريال. نعم السؤال الرابع السؤال الرابع اللي هو فرع بي فرع اسمح لي a section of hot water pipe of outer dimensions exposed to ambient conditions. خوش اوكي زين
هسه شو يقول؟ يقول انه افترض انه الحرارة جاي يفقدها البايب من السطح الخارجي عن طريق الـ natural convection و radiation. The thermal resistance due to convection between the water and the internal pipe wall and also the conduction resistance cross are كل negligible. خوش كلها هامة. Through energy balance derived equation. انت تبدين الجزء الثاني. ولا ما تطلع المعادلة. اي فور ما ماس. عرفت شلون دي حل. ها؟ استاذ شلون هسه طريقة الحل ما عرفت. الاي شلون توصل المعادلة عرفتيها ولا لا؟ اي استاذ هاي عرفتها. زين. فور ماس فلو ريت 0.5 كيلوغرام نعطي المعلومات and for a water in the temperature low the water temperature T against the pipe X for 5 meter. زين. اللي هو السؤال الرابع قلنا مو؟ هذا هسه احنا نجي اول مره نسوي ماس بالانس ام دوت سي دلتا تي شو يساوي لي؟ الحراره المفقوده بالناتشرال كونفكشن زائد الراديشن فطلعت عندي معادله دي تي باي دي اكس تساوي لي تي ماينس الى اخره. اوكي نجي هسه راح عندي شنو معلومه الماس فلوريت وبقيه المواصفات التي امبيانت معلومة عندي التي ان معلومة عندي. زين فنكمل اول مرة نكمل نحاول نكمل هذه المعادلة هسه دي تي باي دي اكس راح نسويها كلها بدلالة تمبريتشر فعلى مود يبسطها شوية سحبنا المفروض راح يسحب فد عامل مشترك يعني تي ماينس تي اي او مهما يكون راح تظل هذه كلها بدلالة ثوابت هذين كلهم سويناهم كونستانت اي اذا لميناهم بكونستانت اخر سميناه بي على مود تظل كلها بدلالة تمبريتشر فهو قايل اني راح احلها نيوميريكال وبالسؤال اذا نرجع شوف ايش كاتب كاتب using an interval of نص مليمتر طول البايب هو ايش قد؟ 5 متر خوش فمجزئ الى 10 اجزاء بالتالي 10 اجزاء يعني 11 بوينت من الانلت للاوتلت الانلت معلوم به ف consider 11 discrete location of the pipe delta x point if we know t at location i اذا تي اي انا عارفه زين فبالتالي يقول لك الجراديانت of t at the same location can be obtained from شنو؟ هسه اني dt by dx عندي ال i شو يساوي لي؟ minus a ti minus ta تمام ولا minus b ti minus فلقيت الجراديانت وين؟ عند النقطة الأولى the value of ti and dt can be then used to calculate the value of t at i زائد 1 شلون؟ أنا هسه هذا الجراديانت عند هاي النقطة الانحدار بالتمبريتشر زين هذا الانحدار بالتمبريتشر شو يساوي لي؟ يساوي لي الدرجة الحرارة اللاحقة ماينس السابقة على دلتا اكس اللي بيناتهم تمام يا ولا؟ تمام هذا الجراديانت أنا لقيته يا ولا؟ هذا معلوم من عند اللي هو هذا تمام؟ هذا كله معلوم الاي ارقام والبي ارقام التي اي هي الانلت والاي هي التي امبيت تمام والدلتا اكس معلومه نص متر التي اي هنا معلومه فبالتالي تي 1 انعرفت هسه تي 2 شو تساوي لي تي 1 اللي هي 60 زائد التمبريتشر جراديانت اللي هو هذا ايش قد ماينس 5 تقريبا يعني معناها تي 2 تساوي لك 60 ناقصا 5 تي 3 يساوي لك تي 2 وهكذا شويه شويه العمليه زين يعني ايش راح اسوي انا حسبت اول مره تي 2 دور حسبت تي 2 تمام ولا من تي 2 ايش رديت؟ اجيت لهنا لقيت الدي تي باي دي اكس وين؟ عندي ال 2 عوضت عن التي اي بتي 2 طلع عندي التمبريتشر جراديانت ثاني اللي هو شو يساوي لي؟ تي 3 ماينس تي 2 على دلتا اكس
طيب عرفت؟ الحكم ما ادري اظل اغير. عرفتي؟ يعني هذا التمبريتشر جريدينت انا جاي احسبه بكل نقطه بدلاله درجه الحراره هنا اللي جاي تفقد الحراره للمحيط بكونفكشن وراديشن. هذا الدلتا تي دي تي باي دي اكس هو هبوط بدرجات الحراره نتيجه الفقدان بالحراره، صحيح ولا مو؟ فبالتالي تي 1 ناقص درجه الحراره اللاحقه يساوي لي هذا الجريدينت على مو؟ فبالتالي من هاي العلاقه القى اللاحقه بدلاله السابقه وهكذا، بس لازم كل ما اتقدم احسب التمبريتشر جريدينت، فبالتالي احسب التمبريتشر جريدينت واحسب ال دلتا تي وامشي هكذا الى ان اوصل الى نهايه الانبوب. اوكي؟ هنا طبعا هو رايد طالب فد شيء يقول لك اذا نريدها كونفكشن وراديشن، يعني هنا الدي تي باي دي اكس هذا شوفوا هذا الجريدينت مره دي تي باي دي اكس هو بس بدلاله كونفكشن، فالماينس بي في فد شيء هذا ما موجود خوش، ومره بس بدلاله راديشن هي ماينس بي في هذا التيرم والماينس اي ذاك ما موجود او كلهم. ف مره اشتغل بس كونفكشن مره بس راديشن بس مره كونفكشن وراديشن، فاكيد الكونفكشن والراديشن هو التمبريتشر ريدكشن مات اكثر من البقيه، واضح؟ واضح؟ واضح. زين سؤال، ليش هسه ياهو الاعلى الريدكشن مالته يسبب تاثير اكثر نقصان درجات الحراره خساره اكثر بالحراره، راديشن لو كونفكشن؟ راديشن اعلى شيء. لا 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 لا، من الجاي يسبب تناقص؟ من اللي يسبب؟ لا بابا باعوا انتوا حاولوا تعرفوا شلون تقرون اي جراف امامكم. هذا بس بعد هاي التمبريتشر وهذا الطول، عندي ثلاث حالات اذا الحراره تفقد بالراديشن اونلي نتيجه فقدان الراديشن اونلي او نتيجه الكونفكشن اونلي او اثنيناتهم، الاثنيناتهم يسبب اكبر خساره شوفي بدليل انه درجات الحراره تنخفض اكثر، ياهو يسبب اكثر نقص خساره الراديشن لو الكونفكشن؟ الكونفكشن لأجل درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة بالراديشن أقل. زين ليش؟ مو راديشن المفروض راديشن بعد أكثر من ناتشورال كونفكشن؟ لو شنو؟ درجات حرارة أعلى الراديشن؟ يعني قصدي للوهلة الأولى المتعارف عليه مو الراديشن الخسارة يسبب انتقال حرارة أكثر من الناتشورال كونفكشن، يعني مشتبه هو انتقال حرارته أكثر راديشن أصلا؟ لا ليش؟ لا بابا هاي فقدان بالحرارة، أكو فقدان بالحرارة، من الجاي يسبب فقدان بالحرارة أكثر؟ البنفسجي ولا الأخضر؟ تمام يا ولد، يعني منو انتقال حرارة مالته أكثر؟ الكونفكشن ولا الراديشن؟ من اللي جاي ينقل حراره اكثر راديشن ولا كونفكشن؟ راديشن. كونفكشن شلون الراديشن؟ من اللي جاي يقلل درجات الحراره اكثر؟ من اللي جاي يسبب فقدان بالحراره اكثر؟ تمام دكتور وصلت. ده تفهمون شنو الاليه ولا؟ واضح دكتور، يعني هو اللي يسبب فقدان حراره هو اللي يكون اكثر انتقال حراره، هيك قصدك؟ غير هو شنو فقدان الحراره؟ هي ليش تنزل درجه الحراره بداخل الانبوب؟ غير جاي تنفقد اكو حراره تطلع لبرا، فكل ما قلت اكثر معناه جاي تفقد حراره اكثر، معناه انتقال حراره اكثر، فسوي انتقال حراره اكثر ب الكونفكشن لو راديشن؟ كونفكشن. زين كونفكشن، نرجع للسؤال الاول، احنا مو ندري انه او السامعين او اللي نعرف انه راديشن يعني اكثر يعني احتمالي ولا؟ غير حسب الامسيفيتي. شنو غير حسب الامسيفيتي؟ يعني عوفك حسب من الامسيفيتي، الامسيفيتي اعتبرناها واحد احنا اصلا حتى اعتبر دلتا تي لان عندنا
هنا درجة حرارة السعودية هنا أقصى الأقل كبر دلتا في عافية. الطبقة. إذا تتذكرون بالبويلينج ورا الترانزيشن ورا المينيمم، هذه من يبدي الفيلم بويلينج بالبداية، مو الهيت فلكس قليل، مو اي شوية نعم شوية، لما يزيد التمبريتشر ديفرنس يصير أعلى، يلا يشتغل الراديشن مضبوط. اي نعم هنا التمبريتشر ديفرنس مو هواي، حتى الراديشن له فد قيمة، ترى التمبريتشر ديفرنس قليل. شوف هسه هنا ايش قد التمبريتشر ديفرنس، يعني حوالي درجة حرارة الووتر أكثر شيء 333، مو؟ بينما درجة حرارة الهواء الخارجي ايش قد؟ ايش قد منطيها؟ التي امبيت 15، يعني ايش قد؟ 288. مهما يكون الفرق ايش قد، خلينا نقول 40 45 درجة، هذا مو مال راديشن عالي ويسبب لك انتقال حرارة خلينا نقول ذو أهمية بالراديشن. لذلك الراديشن هنا مو كلش مهم، بس إذا زاد فرق درجات الحرارة هنا الراديشن يشتغل ويصير أعلى من الكونفكشن. واضح؟ يعني مثلا هسه درجة حرارة السطح، لو درجة حرارة سطح الأنبوب مثلا أقول فد 400 450 كلفن، لا تشوف الراديشن يسبب هبوط أكثر بدرجات حرارة من الكونفكشن. مفهومة؟ مفهومة دكتور، مفهومة دكتور، واضح. زين، بعد أنا يعني منطيكم كل التوتوريالات حلوينهم يا ولا؟ لو في شي بعد ناقص. دكتور تشابتر الثامن بي توتوريال؟ الشابتر الثاني هي منزلة، الثامن ثامن الثامن ايه؟ اي مو موجود بي، ما دزيتكم اياه على لا بس اكزامبلات بالمحاضرة بس أربعة دكتور لا حليناها على ماكو المودل، توتوريال. بالمودل ما موجود. اوكي شنو لا ماكو موجود، موجود موجود بس حلول التوتوريال ماكو، الأسئلة حلول ماكو دكتور. حلول ماكو. زين ليش ما تسألهم؟ لا ما هنا مو صعبات يعني، بس ما قررنا بعدنا، بس يعني على مود حالهن قالوا لك سألوك الطلاب زين بالمناسبة انتوا يعني. عندكم تو توتوريال شيت، كوندنسيشن وكومباين بويلينج وكوندنسيشن. ايه شفناه عندك ماشي اوكي، يعني خل ذبلكم يعني هسه على الجروب. ماشي ماشي هسه فت دكتور. انا عندي سؤال يعني يخص الشابتر السابع والشابتر الثامن. انا السؤال اسمحي انه لي، احنا مو قلنا انه خلي محاضرة مستقلة لو كلهم تبون نسويها باكج واحد. تمام. لا لا دكتور، مو انا لانه قريت الشابتر الثامن فشفت بيه يعني في المعلومة، رجعت شنو للشابتر هي؟ السابع رديت اعرف من يريد يحسب مثل التايم بالنسبة مثلا إناء بماء وجاي يتبخر، نحسب الماس فلوريت مال التبخر ونحسب الكتلة مال الماء قبل بالضبط ما يبدأ التبخر. بالضبط. طيب نحسب، بالتكثف وش أحسب؟ أحسب البخار المحيط بالدكت أو البايب اللي يجري بماء انت بارد قبل ما اسمح يتكثف لو اسمح شلون؟ لي، لا 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 انت عندنا لنفترض فيد بايب خوش، تمام وجاي هذا راح البايب يجري بخار. بداخله سائل بارد ومحيط ايه بيه من الخارج بخار، خوش حكي. ايه يعني شو اللي ايه علاقه بالبايب الداخلي؟ البايب الداخلي لا هو مصدر البرودة. تبهيلي تبهيلي، فاحنا راح نبدي نحسب الام دوت في، خلينا نقول كوندنسيشن او ام دوت فيبر او شو نسميها هذه. دكتور مثلا مطيني معدل التكثف، مطيني اياه هذا معدل واريد التكثف. احسب، اي مطيني اياه واريد احسب الزمن اللي راح يتكثف بيه بحيث يوصل لهذا المعدل. لازم عندي مو كتلة، لهذا الكتلة المعدل، مال مو الفايبر لهذا. لو اسمح كتلة شنو؟ اسمح اسمحيلي، انت تقولين عندي معدل تكثف، هسه حسبتي حسابات كذا، بس هذا معدل التكثف تردين الزمن اللازم لتكثيف مثلا خلينا نقول نص متر مكعب من الماء، خوش حكي مو؟ هذا النص آه لا متر المكعب انا يعني معناه في الدنسيتي عندي كتلة، فعندي أي كتلة وعندي معدل تكثيف لقيت الزمن.
الكتلة مو موجودة عندي، شنو بس عندك؟ الرو مال الليكويد او الرو وين الفايبر. هذا وين لقيتي سؤال؟ شوف الله سامحنا. ها دكتور، لا هو يعني واني جاي اقلب واقلب، لا لا، مو هو نفس يعني مو الفكرة، سؤال. بس باعي بالبويلينج عندنا احنا مو انا شنو. البويلينج لقيت بس موجود ادري، نفسه، بس اعرف اعرف البويلينج مش اعرف، كاتب بس اي اسمحي لي، التوتوريال. بس اسمحي لي. بالبويلينج انا عندي خلينا نقول طبقة من ليكويد او معاه، ونقول راح يتبخر كله، مو هيك؟ تمام. زين، هذا فعندي كتلة الليكويد اللي المفروض يتبخر، تمام؟ اي اقدر احسب احسب من حجم الاناء الماس فلو، ومن الرو مال اي الليكويد. احسب ماس فلو ريت مال الفيبر، معدل حلو. التبخر، وعندي الكتلة الاصلية، احسب التايم. العملية بالعكس بالتكثف، عندي معدل التكثيف، بس انا ما عندي خلينا نقول الكتلة المتكثفة مقدما، وانما التارجتد اللي اريد اوصل لها. انزين، فيسالني شلون مثلا، اقدر مثلا احسب كم يسالني ميجا؟ يسالني يقول لي ايش قد الزمن اللازم لتكثيف مثلا 10 كيلو غرام او 30 لتر من الماء او ما ادري شنو، يعطيني الكتله مال البخار المتكثف اللي لازم اوصل لها بالنهايه. دكتور، ما انا اللي لقيته ايش مطيني، قايلين مطيني معدل التكثف، يعني مثلا 2 كيلو غرام بير سكند، هيك ايه قايل لي. ايه ايش شبيه، قد احتاج زمن حتى اوصل لهذا المعدل مال التكثف؟ مو لهذا المعدل، لا 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 لا، مو لهذا لا المعدل. شنو، انا فاهمه السؤال احتمال وين غلط. السؤال؟ يا سؤال، ما موجود دكتور، ما قلت لك انا جاي اقلب، يعني جاي اقرا هيك لا على التعيين بمصدر قبال بالجوجل، وشفت هيك فكره زين انا، ممثله زين يعني انا تشبه سألكم الغليان بس اسألكم بالعكس. انا اسألكم سؤال، ماكو مصادر انا اعطيكم اياها؟ اي دكتور، انا هم اطلعت عليهن يعني، بس بيه مو مصادر المسائل قوي. كلش هواي، ليش تبحثون عن اي جوجل والموضوع؟ مو شرط يعني، اكو مسائل واكو امثله الهين وكلش هواي، واحد شبعون امثله محلوله اذا تدون، او اذا تدون تحلون بروبلمز موجوده. زين، تمام دكتور، بس هسه مو انا لان قلت لك فشفت حضري بالبويلينج سؤالك، انه حضري مقاسه. سؤالك، حضري سؤالك هذا المحاضره تمام الجايه حتى نسولف. اوكي تمام دكتور، ان شاء الله. ان تمام شاء الله، اشكر، حضري، خلي ببالك وسجلي بورقه وقلم. انت المفروض هسه انا ان شاء يعني الله. المفروض انا كنت متوقع كل من محضر له ورقه، يا بهاي هاي هاي هاي، وغير مراجعه هي ولا نستفيد من عدها بشكل امثل. بعد ها رينولدز انالوجي ما عليها شيء، ما عندكم شيء بيها؟ لا دكتور واضحة. زين، ناتشورال كونفكشن، دكتور هي الرونالد انالوجي يعني خطواتها ثابتة، انه من هذا نطبق او بالضبط نطبق القانون بتأثير المعدل. بالضبط. بس تبقى اسمحوا لي، بس انا انبهكم على شغله، ذن الكويزات اللي منطيكم اياهن انا، يعني كم مره انا مثلا اجيب لك فد سؤال معين او هيك سؤال، مو يعني خلينا نقول فيزيكس اسالك عن ليش تركوهن، يعني تتوقع انا اجيب لك بالفاينل وبال شو اسمه بالميد اجيب لك من هاي الاسئله؟ انا ليش جاي اعطيكم هذين الكويزز؟ هن موجودات عندكم بالمحاضره حتى تراجع معلوماتك اللي اسولف لك اياها، انا ما جاي اسولف لك بس قوانين ومسائل، تمام يا ولا؟ انا جاي اسولف ما لكم، لقيناها، لا موجودات كلها. بس انا اكو وحده كانت الانثال بي العفو نسيت الاسم مالته، اكو كانت موجوده بالاول الكويز، يعني ايش قد دورت عن ما يعني مو موجوده بالمحاضره نهائيا حتى اخليها، وحتى بحثنا عنها جوجل. شين هي بالضبط؟ دكتور بالكويز الاول بس ما دا يحضرني اسمها، هاي اللي بارشيال ثيتا، بارشيال ثيتا عفوا فاتني الاسم، بس هو ما موجودة يعني احنا دورناها اثناء هسه الفراغات لما اسمح لي، لقيناها. تركيز، احنا هو اخذنا مفاهيم، التركيز راح يكون عن شغلات عامة جدا، يعني ما راح اروح اتصيد لكم بالماي الاكل هواي، لا ذني كلهم كان مقدمات الفصل الاول والثاني، احنا عندنا الثالث الرابع الخامس، يعني هواي به تفاصيل، هواي به تفاصيل. مثلا اذا استذكر شغلة بالكوز، الكوز الأول، الكوز الأول إذا نتذكر،
احنا تأثير البرانتل نمبر على الديفلوبمنت، تذكروا أي هذا؟ واحد ما جبت لكم أنا أسئلة عليها وإحنا جايين ماخذيها بالكوزات؟ فعلا جبتهم في النهاية المخططين. وأحد جاوب عليها؟ جاوبنا دكتور. ما جاوب. المخطط والبحث مالته والشرح عنه جاوبنا. دكتور اليوم التهينا بالسؤال وهذا ما لحقنا. يعني ذني أكو مرات يعني بعض الأمور إنه ضروري إنه عندك معرفة عنها. زين هسه هذا ما يتعلق الفورس والناتشرال كونفكشن دكتور. بالنسبه اللي هو هذا التشابتر انه يعني كيف شيء اساسي بالتشابتر ككل، انه اول شيء نحدد الصفيحه ان كان صفيحه واحده او صفيحتين انترنال او اكسترنال، وبعدين ندخل القوانين كل شغله موجوده. هو غالبا باي 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 اسمح لي اسمح لي غالبا الفري كونفكشن غالبا يعني معظم تطبيقاته هي اكسترنال ما عدا الكافيتيز. تمام يعني هسه اول ما نبدي احنا او الاساس عندنا هو الفيرتيكال. الاساس عندي هو الفيرتيكال وول، تذكرون من عنده لقينا معادلات لحساب النصل نمبر. هذني بعدين وين راح نكمل؟ نروح على البقية. إذا مايلة نستخدمها بزاوية جي كوساين ثيتا. طبعا شنو هذا؟ حسب طبعا مو للوجهين، الوجه هسه إذا هوت سيرفيس والوجه الفوق ما يفيدني. ليش؟ لأن راح يصير عندي شلون الريلي بنارد سيلز، تذكروهن ذني فورا تصير هيجي خلايا ذني ما يفيدني، بينما أنا اللي يفيدني هذا اللي هو بروفايل بي ديفلوبمنت. فبس الوجه الجوا للهوت سيرفيس او الوجه الفوق للكولد سيرفيس تنطبق عليه الفيرتيكال مضروبه في الجي كوساين ثيتا. تمام يا ولا؟ تمام دكتور. زين نجي للهوريزونتال ايضا، اذا لللور او الابر وحسب الريلي نمبر. للهوريزونتال سيلندرز حسب قيمه السي والان. دكتور نعم. هنا بالصفحة اللي قبلها هنا شنو يقول؟ يقول انه اعلى انتقال حرارة بالنقطة عند الثيتا تساوي صفر بالسلندر. اي وهنا يعني قصدي اي 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 باعي باعي انتبهين انتبهين. احنا هاي السلندر اللي هي الحمراء درجة حرارتها عالية، خوش؟ وين المينيموم باوندري لاير؟ هو عند الثيتا تساوي صفر. تمام يا ولا، أنا وين أكبر انتقال حرارة؟ مو مني الفلويد بصاير بكونتاكت مباشر مع السطح؟ أي نعم. وين بكونتاكت مباشر؟ الاستاجنيشن بوينت هي هاي، فأكيد هو هنا يكون أكبر ما يمكن وأصغر ما يمكن. وين؟ فوق، لأن هنا راح يتراكم تصعد الباندري لاير تكبر. شوف هي هاي الباندري لاير. وياك دكتور. زين؟ تمام، أنا شنو؟ فبالتالي النصب نمبر ماكس هنا وينزل مينيموم. راح تكون دوامات يعني كل ما يكبر تصير متداخله ويا. اسمح لي وين هسه يعني ناسيهم. اي هو يعني هنا باع اسمح لي راح خلينا نغير بس اللون. الباوندري لاير هنا كانه هيك راح تصعد. زين هاي الثيتا بالعكس، خوش؟ مع زيادة الباوندري لاير شو يصير بنصب نمبر؟ ينقص مو؟ شوفوا هذا البعد عن الجدار جاي يزيد. تمام. زين للبارل بليت هم حسب النسبة هذه. زين حسب النسبة فور لارج ال الى اس، يعني اذا النسبه ال الى اس كبيره تختلف منها اذا قليله. زين اذا هاي ال الى اس قليله معناها الاس كبيره، معناها الصفيحتين ذن متباعدات، خوش؟ فاقدر استخدم كورليشن المن لكل جدار اللي هي الفيرتيكال وول، كانه عندي تو فيرتيكال وول. تمام يا ولا؟ تمام.
تمام دكتور. زين، بينما اذا متقاربات راح يصير كانه مثل الانترنال فلو، زين، ويوصل للفولي ديفلوبت هنا تتقاطع. فحسب هذه الابعاد اذا شو اسمه احنا راح نقدر نحسب حسب قيمة الريلي سب اس، وهل هو اكبر من ال الى اس او مو، نستخدم الكورليشن المناسبة. واضح؟ واضح دكتور. واضح دكتور. زين، نبقى للريكتانجولار كافيتيز هسه للانترنال ناتشرال كونفكشن. زين، اذا عندي كافيتي ومسخنه من اليمين ومن اليسار راح يصير عندي فد دوامات. هاي الدوامات لها ايضا حساب معين حسب الريلي نمبر. بينما اذا طبعا اذا ريلي نمبر اصغر من الف النصلت نمبر تقريبا يساوي واحد، معناه شنو؟ معناه ما عندي بوينس، البوينس كلش قليل. شوفي البوينس، شوفوا البوينس دريفن فلو استوي كلش قليل ضعيف. زين، بينما اذا اكبر لا، هنا راح يبدي ويصير له مفعول. زين، ليش هنا النصلت نمبر واحد اذا الناتشورال كونفكشن ضعيف؟ ليش نصلت نمبر واحد؟ راح يصير كوندكشن. يعني راح يصير كوندكشن. زين، يعني الكونفكشن ما له دور، واحنا قلنا النصلت نمبر هو شنو؟ الحراره المنتقله بالكونفكشن الى الحراره المنتقله بالكوندكشن. فاذا هو واحد معناه الحراره اللي بالكونفكشن هي بالكوندكشن، ما عندي بالكونفكشن. زين، او حسب نسبه اتش الى ال، ال طبعا يمثل لي العرض والاتش الارتفاع، راح احسب نصلت نمبر حسب الرينج. فاذا اتش الى ال من 2 الى 10، البرانتل اصغر من 10 اس 5، والرايلي نمبر من 1000 الى 10000، استخدم هاي المعادله. زين، اذا بين الاثنين والواحد، والرايلي نمبر بين الواحد في 10 سالب 3 الى 10 اس 5، والرايلي نمبر بين هذين القيم، الرايلي نمبر مضروب في برانتل اكبر من 1000، استخدم هاي المعادله. اذا لا هذا ولا ذاك، اكبر من 10 واصغر من 40، استخدم هاي المعادله. خوش، هذا المن للكافيتي هذه اللي بالشكل التالي، اللي مسخنه من جهه ومبرده من جهه. زين، سؤال، اذا مسخنه من الاعلى ومبرده من الاسفل، شلون اقدر احسب النصب نمبر مالته؟ اذا يكون واحد، يعني ماكو انتقال حراره راح يصير. ليش ماكو انتقال حراره؟ الحار فوق ما لا جو. سؤال لا، حكايتك هنا مو صحيحه، قلتي ماكو انتقال حراره. دكتوره، كنت انتقال حراره هو شنو؟ ماكو انتقال حراره لو شنو هو الماكو؟ لا، اكو انتقال حراره بس يصير طبق. ها؟ منطقه ركود. مو ماكو انتقال حراره، اكو انتقال حراره بالكوندكشن. انتبهوا لي، ماكو انتقال حراره، انتقال حراره بالكوندكشن راح يصير من الحار للبارد عن طريق الثيرمال كوندكتيفيتي مالت الفلويد اللي هنا. بس قولي ماكو انتقال حراره بالكونفكشن، بالناتشورال كونفكشن. قلتي ماكو انتقال حراره، اكو فرق من تقولين ماكو انتقال حراره لو ماكو انتقال حراره بالكونفكشن. واحد يكون دقيق. ماكو انتقال حراره بالكونفكشن، ليش؟ لان ماكو حركه. زين، ليش ماكو حركه؟ مو اكو تسخين واكو تبريد؟ لانه الصفيحه الحاره الالويه راح يكون بعثر الحراره للاعلى، والبارد هو تلقائيا راح يبقى بالاسفل، يعني ما راح يصعد لاعلى، بالتالي ما هو راح يتحرك. ها، هو احنا قلنا نتيجه فرق درجات الحراره راح يصير عندي فرق بالكثافه، صح ولا لا؟ فبالتالي اذا باوع الجرافيتي، الجرافيتي لجوه، فالبارد راح يصير على البارد، والحار يصعد وين؟ يم الحار، وبيناتهم تمبريتشر جراديانت. فبالتالي صارت العمليه بيورلي كوندكشن. تمام يا ولا؟ ايش قد النصلت نمبر اذا؟ كرار. واحد.
قرار راح نعم دكتور، ايش قد نصت نمبر اذا؟ واحد لا مستحيل. اذا واحد نصت نمبر زين. اذا التسخين من الاسفل والتبريد من الاعلى، هاي حالة ثانية اللي هي هذا راح يحصل انتقال هسه. هذا دكتور. هذا سولفت عنه، هذا اللي هو راح يصير ستراتيفيكيشن وماكو انتقال حراره، بينما هنا لا راح تتولد لي دوامات، تتولد لي دوامات زين. فالحاله الاولى يصير بها ستيبل ستراتيفيكيشن، احنا قلنا تطبق مستقر نصت ممبر مالته واحد، بينما هيتد فروم بيلو ذن ذا ستراتيفيكيشن التطبق بالحراره لا ما راح يكون مستقر، وانما راح يصير بدي دوامات ايضا حسب نسبه الاتش الى ال زين. هالمره ال وين يمثل الارتفاع؟ دائما ال بالكافيتيز يمثل المسافه بين السطح البارد والسطح الحار، خوش حكي. لذلك هو ريلي سب ال مو يمثل العرض، واضح؟ واضح. الدور هذا تأثير الإمالة، يعني هنا إذا الحار فوق والبارد جوا نصلت نمبر شقد؟ واحد. من بدينا الميل بدأ تأثير الدوامات، الدور يجي يزيد تدريجيا إلى أن وصل للفيرتيكال، رجعناه ميلنا مرة ثانية ينزل إلى مستوى معين الدور إلى أن يوصل إلى الفولد اللي هو المايل، العفو الأفقي اللي هو الأسفل حار والأبرد فوق، واضح؟ واضح. الفري كونفكشن وذ يونيفورم وول اوف هيت فلكس، يعني انا اتعجب صراحه اجابتكم. احنا صحيح خدنا مثال، يعني صحيح خذت هذا المثال اول مره وحلينا على الدلتا تي والدلتا تي اس هالقد، مو صحيح ولا؟ سوينا اس هالقد وكذا وجذرناها، بس اذا تتذكرون قبل هاي، اذا تتذكرون قبل هاي الفري كونفكشن احنا قلنا نستخدم الرايلي الموديفايد رايلي نمبر، مو؟ نعم دكتور. زين ليش غالبيتكم ما حال بهالطريقه هذه؟ راح حاط الدلتا تي وجيب شو يسمونه وردها، وطبعا ما مكاملين او التكامل خطا، ليش؟ ليش؟ انا عندي هذا نصد الدلالة تريلي، تمام يا ولا؟ أنا راح أعوض عن النصل كفانكشن الريلي ستار وبرانتل ستار، زين؟ يعني هسه هذا كأنه إيش راح يصير بعرف؟ راح أعوض عن كل ريلي بريلي ستار على نصل سبأل. راح اعوض اعدل المعادله شويه، راح تصير يطلع هذا من المقام يزيد وياه شويه، وارجع اكامل مره ثانيه اذا هو للاكس، للاكس اكامله مره ثانيه ويتعدل. يعني السؤال اللي جاكم ما بي شيء ترى، يعني حالين هواي امثله مثله وهواي بالتوتال اعتقد هم حلينا مثالين او ثلاثه مثله، من وين المشكله؟ انا عن نفسي استنيت الموضوع نهائيا، يعني شفت الوقت بعد ما يناسبني انا قاعده اتذكر، فحليت بطريقه بديله وخلصت من الموضوع. بس خلصت من الموضوع، هو ايش قد درجاتكم؟ انت طلعتوا على درجاتكم يا لا؟ لا ما انت يعني على المواد كلها موجوده ترى، يعني اذا نشوف سوينها هاي درجاتكم. الكوز الثالث هاي درجاته، الكوز الرابع والخامس ها تزيين درجتك ماخذ تسعة. دكتور انا فضلت مع حل على انه قاعد اتذكر الطريقه البديله فحليت وطلعت فيه بعد هاي يمك، بس المهم هم زين جت عدل السالفه.
زين. عندك أحمد بالكويز السادس ماخذ 10، كرار ماخذ 9، وضحى ماخذ 9. كويز السابع اللي هو للبويلينج، كرار ما ممتحن انت. نعم دكتور. زين، فهسه احنا راح يصير عندنا كويز للكوندنسيشن بعد. يبقى للاساينمنتس، الواجبات، شفتوهيني ولا؟ اي نعم دكتور شنو؟ يمكن بس منو بعد؟ فاطمة سلمتي؟ يعني ما شفت تسليمك. لا دكتور ما سلمت، اني صار عندي ظرف وبوقت ما لحقت، يعني ما جيت اسلم وقت منتهي كان. كملتي؟ انت مكملة ولا؟ لا دكتور. المهم يعني هسه انت عندك 8 و3 بالعشر الواجبات، احمد 9.08، ضحى 9.04، عندك ورشا 6.95. فاطمة ورشا، رشا انت عندك اعتقد دكتور انا الواجب الاول الاول ما مسلم والثاني صار عندي مشكلة، ما عرفت يعني ارتب التسليم، وصار عندي ما مسلم كاملات، بس انا كاملات عندك موجودات كاملات، اي حتى جاهزات مسجلهم بالبي هسه اف، اذا افتحها سلميهن، اي موجودات بي دي اف، قصدي مجهزتهن هسه. اي موجودات يعني بالملفات عندي من اول مرة، وحتى دزيتهن لك على الخاص بوقتها ما استلمتهن ثاني يوم. زين اوكي، صعديهن هسه، راح افتح التوقيت مالتهن اللي هو ياهن الاول والثاني. الأول والثاني إيه دكتور؟ اوكي، الاول اللي هو يا هو الاول هسه، يعني هالناس كنا صارن تقريبا سوا يعني الجمعة سلمناه بنفس الوقت، لأن كان نفس ما الساعة. عندنا هذا الموديل اللي على هو ما سويناه. هذا. زين، اليوم مش قد احنا بالشهر الرابع هسه حاليا، يوم 27 يوم 27 او لا؟ هسه هذا ماكو داعي، هذا نعدله حاليا، ابرل او صح، على حقيقتي بس هذا الديو تايم راح امدد اللي هو يوم 27، مو 27 الساعة بيش، راح لل6. تمام دكتور، هسه بس نكمل المحاضرة رأسا أرسله. اللي هو هسه شو، بس اسمحي لي اتاكد، مفتوح هسه؟ فاتح الحاسبة؟ لا أنا على الموبايل. اي هو تقدرين تسلمين هسه، بس يطلع هنا عندي نافذتين دكتور كان بوقتها، وأنا بالوقت بذاك شابتر الوقت ثلاث. سلمت اثنينهم وسويتهم ملف على نافذة واحدة، فهسه أكون أسوي ملفين منفصلات مو؟ اي او تمام دزيهن على هذا وعلى ذاك هسه، مو مشكلة، بس خليه يطلع تسليم. تمام تمام خوش. دكتور إن شاء الله وفاطمة جاهزة عندك ولا؟ دكتور، لازم أصورهم انتي عندك مسويتهن يا ولا؟ قولي أنا عندي أجوبة، يعني بالنسبة لي موضوع سهل، عن الأجوبة رأسا أطلعنا كتير، بس لازم تصوير وشغلات، يعني مثلا شغلة ساعة عادي أرفعها هسه ماشي، اللي هو يا هو هسه احنا قلنا الثامن، مو آخر واحد اللي صار ويا العيد، يعني هنا المشكلة صارت أنا عندي. اللي هو الثامن. الثامن enabled، نسوي له 27 ابرول، نقول يعني ب6 و5 كافي لو اكثر، اكل السبعة يلا. خوش، سمعيني؟ العفو دكتور، اي تمام ها هي ماشي اللي ما اللي كاتبته اصوره، واللي ما كاتبته ابلش كم كتابته واصوره. ماشي ماشي، ان شاء الله خير. عندكم شي بعد؟ لا دكتور واضح، هم نكمل المادة البقية وإن شاء الله نشوف يوم المحاضرة الجاية. امتحانكم يوم اللي هو هذا، جابتر الثامن،
الكويز اللي ينفتح الساعة بيش يوم الاثنين يوم 1/5 بالساعة بالثنتين. خوش. طبعا التوقيت بعدني ما مضبطة حسب الأسئلة، حاليا السؤال بسيط، إذا أضيف بعد ويافد شيء أمدد لكم الوقت. بالمناسبة مفتوح لكم النقاش بيناتكم، زين؟ النقاش بس مو النقاش اللي واحد قاعد ومنتظر الثاني بس يحله ويتزل، هي النقاش المثمر. خوش. تمام دكتور. تمام دكتور. لأن هاي درجتكم كلكم، فكل واحد يكون راح يكون حريص على درجته ويحاول انه ينتبه للتفاصيل، واذا اوكي. اكو فد شيء ينبه الاخرين، ها يمكن هاي ترى هيك شيء وذيك هيك شيء. اوكي دكتور. ان شاء الله خير. تمام دكتور واضح. وامتحاننا ان شاء الله يوم الاربعاء القادم. خوش. ان شاء محاضرتنا الله. ان شاء الله خير. ان شاء الله بالنسبة دكتور. للبويلينج والكوندنسيشن ماس ترانسفير، شنو اللي عندكم على يا شوكة محاضرة تبون؟ دكتور نخليها السبت حتى نكمل كل مسوي. السبت إن شاء الله. ماشي ماشي، على السبت، على السبت نفس الموعد. إن شاء الله خلينا نراجع لك خبر خاف يصير تغيير أو فد شي. لا هو هذا الوقت مناسب للكل أعتقد، يعني تمام هذا علي. عادي يعني. ايه تمام دكتور ما عندنا مشكلة. ماشي اوكي، ان شاء الله ب3:30. إن شاء الله دكتور ان شكرا شاء الله، جزيلا. بالتوفيق جميعا، مع السلامة. اهلا شكرا وسهلا. جزيلا انا دكتور. هم هذا هسه صاعد على اليوتيوب والتسجيل، حتى خاف تحتاجوا بعدين اي والله تراجعوا. نحتاجه دكتور. ان شاء الله خير، موفقين ان شاء الله. شكرا دكتور. اهلا وسهلا، مع السلامة.